شو هالشعرات الحلوين يا هيام؟ حلي ايامك. والله ما كان في داعي تعذبي حالك، كنا رحنا على شي كوافيرة وخالصين. لا ايو، بدك تروحي لي ندري؟ ما بيصير، انا حالفه يوم اللي تنطلبي فيه ساوي لك شعراتك بايدي هدول. خلي لي اياك يا رب. الله يبعث لك السعاده ويهنيكي ويعوضك بهالرجال عن كل شي شفتيه من قبل، ويساعدك بتربيه هالولاد ان شاء الله. خلصت الكشة؟ آخ أنا كشي ما كشيته، طيرتهم هيك شوي، مالي خلق. شبك؟ معلي أسألك سؤال؟ هلا نحن هيك وضعي أنا وياكي مع شغلة أبوكي، ما بيأثر على مستقبلنا؟ شو قصدك؟ قصدي أقول لك إنه أنا وياكي شو ما عملنا بحياتنا ولوين ما وصلنا رح يضل اسمنا أولاد الزبال، هيك ولا مو هيك؟ هيك. بس بيقولوا الشغل معيب، يعني بسويسرا. ايه بسويسرا الشغل معيب فعلا، بس عنا هون ما بتزبط لأنه الناس بتهمها المظاهر وبس. بجوز أولادنا أو أولاد أولادنا يخلصوا من هالقصة، بس نحنا لا. بس شو خطر لك؟ في بنت عنا بالكلية عجبتني كتير، عم فكر روح أحكي معها بس متردد، يعني مبين عليها بنت عالم وناس. قلت لحالي بسألك، بس بعد ما حكينا بالقصة قررت. شو قررت؟ إني ما أحكي معها طبعا وانسى الموضوع كلياته. بكرة أنا بتخرج وبتزوج لي شي وحدة من هون من الحارة وبتبظل لي أولاد، وعلى قولتك أولاد أولادنا يتعرف على واحد من أولاد أولادها. تشربي متى؟ السيد أبو صافي المحترم، تحية وبعد. نحن خرجنا أنا وأمي ولينا بنزهة إلى الحديقة، إن كنت متعباً وجائعاً فالطعام في الثلاجة يحتاج إلى التسخين فقط، أما إذا حبيت تلحانا هالشي بيسعدنا طبعاً، حكيني حتى نلتقي. سلام. أكلت سندويشي ورايح على القهوة مشان تاخذوا راحتكم. آخذين راحتنا، تعال. جاي ما بطول خلاص. شو بصوتك؟ في شي؟ لا تشغلي بالك، خلاص بالليل بحكي لك. لا هلأ بدك تقلي شو في؟ هلأ روحي عدي مع هيام حتى ما تمل، وإذا احتجتوا شي خبروني. مع السلامة. طيب مع السلامة. حبابة كتير وبتحبه لصافي. هي قالت لك؟ عيونها بتحكي، انت شوفها بس هي عم تطلع فيك. بتلاقي عيوني لما كنت اطلع فيكي كنت تقولي لي عيونك عم يبرقوا برق. نفس الشيء. نياله صافي عيونها عم تبرق عليه، مو مثلي انا حبيتك اكثر ما حبيتيني. ايه لا بس انا كنت اخجل انه بين لك، بس لما اشوفها كان قلبي يدق 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 وعيوني تبرق برق. شو طولنا عليكم؟ لا 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 عادي عادي. سموا ايديها صح معلم، اذا اجينا بوقت غير مناسب بنخلي لك الجواب. عيب.
ما بدي وصيك بهيام يا أبو غازي. هيام بعدين التنتين، بس أنت لا تشغل بالك. أنت ما بتعرف غلاوة هيام عندي. إذا بتطلب عيون التنتين بعطيها ياهم. إيه؟ أولا أقدرني صدى وأنية هي وولادها. الله يحفظك يا أبو غازي، وألف مبروك إن شاء الله. هاي هيام صارت جاهزة. أهلين يا أخي. هيام، شو بدي وصيكي بأبو غازي يا هيام؟ إيه أخي من عيوني. هيام، جاهزة نمشي؟ إيه جاهزة. ألف مبروك. الولاد حيبقوا عندي اليوم لأنه في كتير ألعاب لسه ما لعبوها. وماما؟ ماما بكرة جاي، اتفقنا؟ اتفقنا. ديري بالك عليهم. يلا تفضلي. لا 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 لا. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. طيب خاطرك أخي. مع السلامة. ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله معك يا أبو غازي، مع السلامة. الله يحفظك. إن شاء الله بيتك عامل. الله يبارك فيك. سلامة. إيه والله مو هاين علي تروح هيك بدون زلغوطة. والله يا أبو حسين مالي مطمنة من هالطلعة. بس لازم أعمل شيء، لازم بلغ المديرية عن هالفاسدين. توكل على الله، لأنه بعرفك ما رح تعمل إلا اللي براسك. الله يوفقك ويعطيك على أدنيتك. أحلى دعوة هي. كله إن شاء الله صحة وهنا. بس ابقى طمني ها شو بيصير معك. أكيد. مع السلامة. الله ييسر لك. يلا كله ماما كله. جوعان حبيبي أنت جوعان؟ يلا يا عم حسين. ليك لي ان شاء الله صحة. يلا ماما مدوا ايديكم. تعرفي يا ام حسين انخليك بالبيت. ايه طبعا. اخ بتعرف كنت خايفة من هالروحة، ما كنت رايدت لك اياها، خايفة انه يصدوك او يقولوا لك انت شو دخلك. كيف لو شفت المدير قديش احترمني ووجبني وخلاني اكتب المعلومة بايدي، ولما رحت وصلني على الباب. طيب ما استفقدوا لك بالشغل؟ بلا، حكى معي سطيف، قلت له أنا مشغول كتير بكرة جاي، ما بدي خبره بشي، هيك بده المدير. ايه معك حق، تعرف؟ كمل أكلك وأنا قايمة أعمل لك كاسة شاي، لأنه لازم نحكي مع هيام لنطمن عليها. ايه؟ ماشي. طعمين ايه؟ كل من بعض، يلا خو حبيبي. حمودي لا تخافي، ما حدا رح يحكي معك، وإذا سألك حدا وين رايحة قولي لعند مدام هالة مديرة العلاقات العامة. أوكي؟ Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.